السلام عليكم. احنا متواجدين في ضواحي مدينة أزروق، بالضبط أمغس، تابعة لدائرة أزروق بفلان. بعد ما درنا واحد الزورة استطلاعية لهذه المنطقة هذه، تبارك الله فيها جميع أنواع ديال الخضروات أو زراعة بازيلا وزراعة الحبوب والكروية والأشجار المثمرة. هاد المنطقة هادي كلها، هاد البلاصة هادي منطقة سقوية اللي تبارك الله انتوما كما كتشاهدوا هاد الحقل هذا ما فيه حتى شي أعشاب ضارة ولا بعض الأمراض الفطرية اللي يمكنوا يصيبوا هاد الزراعة ديال الحبوب. هانتوما شاهدوا تبارك الله لي تاسانيتيغ ديالها والنيفو ديال لي فوي، ما كاين حتى شي حاجة ديال المرضي ولا دي غاجوغ، وهادوك الأعشاب الضارة ما فيها حتى شي حاجة، لأن هاد الحقل هذا مداوي مسمد مزيان ومسقي. شاهدوا تبارك الله الحاله الصحيه ديالو، وهانتوما كما كتشاهدوا تبارك الله الحقل فيه احسن ما يرام. تبارك الله، الله يكمل ويسخر ويجعل العام بارك وسعود علينا وعليكم. تحيه لكم من هرموم محام تقلي سابق مصلحه حمايه النباتات وسط أزروق. السلام عليكم ورحمه الله. يوم ثلاثاء 10 مارس 2020.